زلنا مؤمنين بفكرة مفادها وبدور الأفكار أينما سرتم لا تعلمون أين تموت. وبما أننا مبدرين أو مبادرين أفكار ففكرة هذا المساء هو كتابنا وين ماشي بينا سيدي قطر الجزيرة الصابعة. في اعتقادي المواضع يعني أن هذا الكتاب عودة منه إلى أنه أولاً بصوت عربي وليس صوت مصري، وثانياً أنه مكتوب ليعبر عن الهم العربي هم واحد، وثالثاً أنه يفسر لنا الكثير من المواقف التي باتت في حياتنا مرسلة فيما يتعلق بقطر، لندرك أن قطر باتت علامات استفهام أو باتت تمثل علامات استفهام أكبر بكثير من حجمها كدولة. فيكون السؤال: لماذا تصر قطر دائما على الخروج عن السر العربي؟ لماذا هذا الإصرار؟ الأستاذ مجدي الجلاد الصديق العزيز الذي رحب بي كثيرا، كما أشكر الشعب المصري الشقيق على حسن استضافته لشخصي المتواضع. نحن نعرف جيدا أن هناك علاقات وطيدة تاريخيا بين تونس والشعب المصري، وكنا عشنا تقريبا نفس المحن السياسية والاجتماعية في السابق، وتاريخيا كانت هناك علاقة بين القاهرة التي بناها معز الدين لله الفاطمي والذي انطلق من مدينة المهدية من تونس. فالواقع علاقتنا بمصر هي علاقة أكثر من تاريخية، ويشرفني اليوم كتونسي أن أكون من بين الحضور ومن بين الذين يقع تكريمهم لتوقيع كتابي الذي ينشر ويطبع في جمهورية مصر الشقيقة. في الواقع فكرة الكتاب، أو هناك الكثير من الذين سألوني لماذا هذا العنوان تحديداً، وين ماشي بينا سيدي؟ هذا العنوان هو عنوان ورد باللهجة التونسية الصرفة، ونحن في تونس عندما نقول وين ماشي بينا سيدي أي هو نوع من سؤال تحكمي. ضغيرة جداً وجماعة لتمس الواحد في جميع من الشعب المصري ولكن ليش الشرطة، وأعتقد أن المواجهة الحقيقية هي بين جماعة العنف وجماعة الإرهاب وجماعة التطرف في مواجهة مع الشعب المصري نفسه. ما يضمن سلامة المجتمع المصري مستقبله، وما يضمن استقرارنا إن شاء الله بإذن الله هو الشعب المصري اللي صنع بالفعل المواجهة الحقيقية. ربما أنطلق أنا والدكتور سامي الجلول الأستاذ العزيز في أمور كثيرة جداً، ولكن ربما نختلف فيما تتعلق بما حدث في مصر ووسطها من نفسية الثورة. أنا أصفه أنها نظرية جديدة في الثورة، وأن الكتابات والتحليلات السياسية والتأريخ السياسي للثورات البشرية من حيث القرن البشر حتى الآن كانت تتحدث دائماً عن شروط محددة للثورات، وأنه لابد أن يكون هناك قارئ أو تنتج فيما بعد قائد وزعيم. فأعتقد أن القائد والزعيم في هذه الثورة المصرية اللي حدثت في 25 يناير ثم انبلادها أو الموجة الثانية في 30 يونيو، القائد والزعيم هو الشعب المصري. وبالتالي الدرس اللي اتعلمناه كلنا أن أي حد هيحكم مصر أو يدير حتى مجلس محلي هيبقى عارف كويس جدا أن هذا الشعب أسقط رئيسين، رئيس استمر 30 سنة وكان امتداد للنظام عمره 60 سنة، ورئيس آخر استمر في سنة واحدة هي 100 سنة أو يزيد، أسقطهم في سنة واحدة. وبالتالي أعتقد إنه الثورات الحديثة بيكتب تاريخها وبيكتب توصيف جديد ونظرية جديدة ليها في مصر وفي المنطقة بالكامل، كما حدث وحضرت بعدين أساس أقول إنه المحللون والخبراء السياسيين الغربيين بدأوا يعيدوا كتابة نظريات الثورات وعلاقة الجيش بالمجتمع بعد الثورة المصرية في 30 يونيو، وأعتقد إن في مؤلفات وأبحاث ودراسات كثيرة ستطرح حول هذه الظاهرة، ظاهرة الشعب المصري اللي سمت الموجة الأولى من الشعب التونسي الشقيق،
واعتقد ايضا مش عايز اطول على حضراتكم ان انه يطلع في كتاب وخبراء سياسيين غربيين لاول مره ويقولوا ان احنا توصفنا كلمه انقلاب كان قاصر وان ما حدث في مصر يعيد تفكيرنا في هذه المساله واننا ربما نضطر الى صياغه نظريه جديده تسمى الانقلاب الشعبي. الكتاب بيضيف لي معلش بيضيف لي حتى المحترفين يعني واحد زي حسيت بانه اضاف لي شيء ما يهمش. التجربه الشخصيه زي ما بقول بتبدا في نوفمبر 2004 ازاي ومجرد تعييني وزيرا للخارجية قدرت انه من المهم ان مصر تظهر على مسرح الخليج وانه مصر كانت على مستوى وزير الخارجية على الاقل غابت بعض الوقت عن الخليج فرتبت لي زيارة لكل من البحرين او نبدأ بعمان البحرين قطر كان الرئيس مبارك مسافر السعوديه والكويت وكنت صاحبته من اعتباري وزير خارجيه جديد ف الصوت راح ممكن نقعد بعد اذنكم ممكن بعد اذنك الصوت راح طيب ف لقيت ان دول الثلاث دول المحتاجين ان احنا نشوفهم ولما كان جدول الطيران لانه بسافر بالطيران التجاري يفرض البدء بعمان فبدانا بعمان بعدين رحنا البحرين ورحنا قطر وانا في البحرين بالليل انا معلش بحكي لكم قصه فيها بعض الاستطاله لكن تعكس لكم النفسيه وانا في البحرين بالليل قيل لي انه الشيخ خليفة او الامير البلاد سافر الى المغرب وايضا وزير الخارجية القطرية سافر الى المغرب وانت يا وزير خارجية مصر الدولة الكبيرة سوف تلتقي بولي العهد ورئيس الحكومة ولي العهد كان الشيخ تميم اللي هو الأمير الحالي رئيس الحكومة وأيضا وزير الدولة للشؤون الخارجية فقلبت المسألة في دماغي قلت هل أستمر في الجولة ولا أوقف عند البحرين وأطلع على بلدي طبعا قدرت أنه لعلها إشارة إن إحنا مش مبسوطين قوي من إنك بدأت بعمان والبحرين خطوط الطيران هي اللي فرضت هذا أنا معيش طيارة خاصة رحت كانت زيارة يعني قلبت المسألة في دماغي وقلت في النهاية استمر في الزيارة ومفيش داعي تعمل مشكلة مع القطريين ورحت وكانت زيارة ناجحة قابلوني المقابلة اللائقة بوزير خارجية مصر ناس مجاملين ووزير الدولة كان مجامل جدا ورجعت بلغت الرئيس مبارك قلت له سيادة الرئيس يعني أنا عندي 62 سنة ومحبتش أعمل لك مشكلة مع القطريين لأن أنا عارف إنك مشاكلك كثيرة معاهم إيه مشكلته كانت مع القطري؟ انه القطريين اتهموا مصر والسعودية سنة 96 بمحاولة انقلاب لإعادة أمير البلاد السابق فقلت له أنا مضيت في الزيارة رغم أن أنا ما كنتش سعيد إطلاقا بتخفيض مستواها وكان لا يصح أنها يا إما كانوا قالوا ما تجيش دلوقتي يا إما كانوا بقوا في بلدهم لغاية لما يجي لهم الوزير المصري فقال لي كويس خير ما فعلت احنا مشاكلنا معاهم كتير على فكرة الراجل الامير طيب
راجل طيب، هو المشكلة مع وزير الخارجية بتاعهم. على أي الأحوال كان في مشكلة بين مصر وقطر، إنهم بيتهموا مصر إنها حاولت تقلب الأمير. المشكلة دي استمرت معاهم حتى آخر يوم في عهد الرئيس مبارك. إزاي؟ إنه ما راحش اجتماع قمة عقد في قطر، فالإخوة في السعودية تدخلوا وقالوا عاوزين نلمكوا على القطريين. فوزير الخارجية المصري ورئيس المخابرات المصري لو عمر سليمان نائب الرئيس، بس في وقتها كان رئيس مخابرات، رحنا في طيارة خاصة، وصلنا المملكة جدة نقابل رئيس المخابرات القطري ووزير الخارجية القطري، كان رئيس الحكومة في وقتها. نزلنا الطيارة صغيرة مستير عمرها 35 سنة، لقينا الطيارة القطرية 3 سبعات، حاجة إيرباص تاخد تساوي بلد. فطبعا احنا مصريين وقيمتنا معروفة في المنطقة دي، ما همناش المنظر ده. لكن في هذا الاجتماع بان لنا انه ما زالوا حاملين على مصر بدعوة محاولة الانقلاب. في الطيارة واحنا رايحين اللواء عمر سليمان قال لي قلت له ايه الحكاية، هل صحيح انت كنت بتحاول تتآمر عليهم، كنت عاوز تشيل الامير؟ قال لي اطلاقا ولا كان في بالنا، بس احنا الامير السابق كان موجود في القاهرة في طريقه الى جنيف، جالنا من الدوحة للقاهرة الى جنيف، فالرئيس مبارك وجد حرج شديد انه يعني ان مصر تقلب على طول، فاستبقينا على الاعتراف او تحفظنا بعض الوقت لغاية ما الامور تهدى. لكن طبعا هذا يظهر، انا بتكلم على 2010، يظهر انه على مدى 15 سنة في قلبهم حاجة تجاه مصر. عموما انا كنت بقرأ الاداء القطري ازاي كوزير خارجية. واحد، كنت بشوف الاداء القطري هو قناة الجزيرة، واللي يتذكر مثلا لقاء ليا مع الاخ عمرو اديب في برنامج القاهرة اليوم، يتبين انه في مشكلة في قناة الجزيرة مع مصر. لكن قطر 3 عناصر، قناة الجزيرة عنصر رئيسي في مواقفها وفي حركتها. حاجة تانية انهم نجحوا في انشاء والظهور بأداء دبلوماسي قوي نتيجة لثروة غازية ونفطية هائلة، فبينفق بتوحش. حاجة الثالثة انه البعد الامني عنده مصان، مهما ضايق ناس محدش بيقدر يتعرض له. ليه؟ لانه عنده قاعدة عسكرية بتقول للبشرية جماعة اياكم والتعرض للدوحة. فده كانت العناصر الحكمة رؤيتي كنت شايف انه بيتحركوا ولكن هناك تناقضات في مواقفهم، بيتبنوا اطار اسلامي بالغ التشدد، وايضا وفي نفس الوقت بيتحركوا في اطار قومي عربي. فازاي بتجمع هذا الاطار الاسلامي بالغ التشدد مع الاطار القومي الناصري البعثي؟ طبعا ما كانش غايب عني انه اتمنى ان انا ما اكونش بطول،
ما كانش غايب عني اني لما بنزل اروح في زيارة لليبيا للعقيد معمر القدافي بلاقيه فتح تلفزيون الجزيرة، بنروح فقعد في الكندا بنلاقي التلفزيون الليبي والجزيرة ولا ثالث لهما. أروح سوريا ألاقي المسؤولين السوريين لا يتحدثوا إلا على الجزيرة، وأن الجزيرة هي السيدة المتواجة لديهم. تلف الأيام والجزيرة تحطم معمر القدافي وتحاول أن هي تحطم سوريا، وبالتالي يعني شيء كان مدبر ومخطط. كنت أقعد مع الأمريكان ألاقيهم بيشتكوا من الجزيرة، فيبقى لازم القطريين مضايقينهم، ولكن لما انفتح على الأمريكان واتكلم يستمعوا لي من شكوايا من الجزيرة ومن الأداء القطري.